السيد الشوكاني المحبوس للسنة الثالثة في السجن وحالته الصحية كله في يعني في تدهور وفي نزول طبعا ما فيش رعاية طبية يعني تقوم عليه ولا تراعي الحالة الصحية اللي هو فيها المتدهور السيئة اللي هي كل يوم تزداد سوء عن اليوم اللي هو بعده. وايضا برضه بيعاني من يعني من وراء فيروس سي بيعاني من الانيميا الحاد فهو عنده فيروس سي زائد الانيميا الحاد يعني لا حول ولا قوه الا بالله. النهارده كان مؤتمر لجنه الحريات للحديث عن اوضاع الزملاء المحبوسين الصحفيين المحتجزين، وخصوصا ان احنا النهارده قدام مجموعه من الاحداث اللي تجمعت في يوم واحد. عندنا شوكان يكمل 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، عمرو بدر ومحمود السقا يكملون 100 يوم في الحبس الاحتياطي، ويتم التجديد لهم في ظل اوضاع سيئه جدا، اوضاع صحيه سيئه يدفع ثمنها محمود السقا. عندنا كمان عمر عبد المقصود يكمل 2 عامين في الحبس في الوقت اللي هو بيتعرض لانتهاكات شديده سواء على مستوى الصحه او غيره. عندنا كمان اوضاع بشكل عام، عندنا اكثر من 50 صحفي بين محبوس ومهدد بالحبس، ده المشهد العام اللي بيحكم الصحافه، ده المشهد العام. عندنا النقابه بتحاصر بمجرد ان صحفي قرر ان يعلن عن الوقوف على سلام المحتوى.